السلام عليكم خواتاتي الزوينات والفنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين هانيين، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بالف خير، ومرحبا بكم معايا اليوم و100 الف مرحبا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم البنات غادي نشارك معكم ان شاء الله المشروع ديالي اللي عاد بديت، يعني عاد حليت المشروع ديالي جديد، وغادي نشارك معكم وغندير لكم جوله فيه باش تشوفوا وتعطوني الراي ديالكم كيف جاكم. المهم المشروع ديال البنات راه صالون الحلاقه والتجميل اللي عمرني ما كنت كنتخيل غادي نديرو، ويعني وغادي يكون ديالي، يعني ماشي غنكون خدامه في شي بلاصه. فهذه حاجه اللي فرحتني بزاف وبغيت نبارطاجيها معكم وبغيت نشاركها معكم، وغادي ندير لكم جوله فيه وان شاء الله غتشوفوا كل شيء، وبغيتكم تعطوني الراي ديالكم وتقولوا لي كيف جاكم وتقولوا لي الحاجه اللي ما عجباتكمش. والمهم اخواتاتي خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. وبالنسبه للبنات المشروع الجديد هو هذا الصالون اللي كنت كنحلم به من شحال. هذه البنات هو هذا البنات، سمحوا لي تقدروا تسمعوا الصداع بحال هكا في الزنقه. عرفتي بالنسبه لي البنات مني شفت بحال هكا الاشهار وفي السميه ديالي حسيت بواحد الفرحه اللي كبيره بزاف. دابا غادي نشارك معكم البنات كاع الاصلاحات اللي درتها في الصالون، كل شيء غادي نشاركه معكم. مهم اخواتاتي هذا المحل هذا راه كاين في بلايص ديال السكن الاقتصادي، هادو هما الديور ديال السكن الاقتصادي والمحل كاين تحت الديور، والدار ديالي راه حدا الصالون تماما، يعني غير في الدوره البنات عف واحد الدوره راه حدا الصالون تماما. مهم غادي نشارك معكم البنات كيفاش كان في الاول، وعاد غنشارك معكم الاصلاحات اللي درنا فيه كامله. هنايا كيف كتشوفوا البنات هادو هما المحال، هكا كيعطوهم المحالات البنات. هذا المحل الاول مختلفين غير في الشكل وكل واحد الثمن ديالو. هذا محل واحد اخر البنات غادي نبعد لكم باش تشوفوا كيديروا هاد الحديدات البنات في الباب، ومن الداخل راه كيف كتشوفوا غير محرشين وصافي مخليينو كحل، يعني حتى الارض كيف كتشوفوا راه ما مصاوبينه ما حتى شي حاجه، الطواليط حتى هي حتى حاجه ما مصوبه. هاكا الشكل ديالهم البنات كيفاش كيعطوهم ليهم. اول حاجه اللي فيهم زوينه هاد المحلات هادو البنات العلو عالينا البنات كيف كتشوفوا العلو اللي فيهم عاليين بزاف. مهم دابا غنشارك معكم الاصلاحات اللي درت في الصالون وبغيت الراي ديالكم لانه كيهمني بزاف. كيف كتشوفوا البنات اول حاجه غادي ندوي لكم عليها هو الاشهار، هذا هو الاشهار اللي درت بحال هكا في الفيترينا، هذا هو الاشهار اللي درت في الصالون. كيبانو الضواو ديال داخل مع مشاع على الضواو في المحل. كيف كتشوفوا البنات الاشهار، بالنسبه للمول الاشهار البنات غندير لكم النمره ديالو الا بغيتوا اي حاجه مرحبا بكم عنده، راه كيدير حوايج زوينين البنات واثمنه اللي مناسبه. بالنسبه للاشهار حسب لي الفيترينا مع الباش اللي داروا لي هنايا حسبهم ليا 50 ألف، والله الا البنات ثمن مناسب. فايت كون جبت واحد وسولتو بشحال غيصوب ليا الفيترينا ويدير ليا الباش حسبوا ليا ب 70 ألف، وهذا السيد اللي جبتو انا البنات حسبوا ليا ب 50 ألف. كيف كتشوفوا الاشهار البنات، سمحوا لي واخا غتسمعوا الصداع ديال الزنقه. صراحة البنات دار لي خدمة زوينة ودار لي إشهار زوين، وعطوني رأي ديالكم وقولوا لي كيف جاكم الإشهار. كيف كتشوفوا البنات والمهم راه غندير لكم النمرة ديالو. غندوزو دابا البنات الفيترينا، كيف كتشوفوا البنات الفيترينا اللي صوبت، حتى مول الالومنيوم غادي ندير لكم النمره ديالو
باش لا بغيتو اي حاجه مرحبا بكم عندو. راه حتى هو كيدير اثمنه اللي زوينه البنات واللي مناسبه بالنسبه ليا انا البنات. هاد الفيترينه هادي كامله، راه كاين العلو بزاف وكاين العرض بزاف. المهم هاد الفيترينه هادي البنات كامله مع واحد الشارجم داروا لي الفوق مع واحد الباب اللي قادوا لي نقص لي في العبار ديالو، يعني صوبوا لي ودرتو للطواليت حاشاكم. حسب لي 75000، حسبهم لي البنات ب 75000 والله الا ثمن لي مناسب ودار لي خدمه لي زوينه. ودابا دخلوا البنات للصالون مرحبا بكم و 100000 مرحبا. مرحبا بكم عاد البنات و 100000 مرحبا. ها نتوما الدخليه هذه كيف كتشوفوا، كاين هنايا هاد الفوتوي هذا في هاد الجهه هذه، وكاينين هنايا بلاصه ديال الكراسه وبلاصه الخدمه كيف كتشوفوا. هنايا الدروج البنات. المهم غندير لكم في حلقه دوره تشوفوا، عاد غادي نقول لكم الاثمنه ديال كل حاجه بشحال طلعت ليا وبشحال تقام عليا. المهم البنات غندوي لكم على الفيترينه هي اللي ولا راني دويت لكم عليها وقلت لكم الثمن ديالها. السيد الله يعمر لي الدار غندير لكم النمره ديالو باش تواصلوا معاه الا بغيتوا اي حاجه. وبالنسبه للاشعار البنات اللي درت في الفيترينه كيف كتشوفوا، شوفوا انا الا دخلت لداخل كيبانوا لي الناس اللي دايز واللي غادي واللي جاي، ولكن هما من برا ما كيشوفونيش. حتى الليل عاد كيبدا يبين، يعني حتى الليل ملي كنشعل الضوء وداكشي عاد كيبدا يبين ليهم من برا. وكندير الخاميه هي هذه، شو البنات كندير الخاميه ملي كيبدا يبين بالليل كندير هاد الخاميه هادي. المهم راه قلت لكم الالومنيوم طلع لي ب 75000، بشحال صوب ليا الفيترينه وصوب ليا البنات حتى هاد الباب هذا. هاد الباب هذا راه كان عندي البنات في الشقه ديالي، كانوا دايرينو لينا البنات في الباركون وانا حيدته وعطيته ليه نقصوا ليا وخديت ليه هذه بشي 6000. هاد الكحله هذه البنات خديتها ب 6000 ونقصوا ليا وقادو درتو هنايا نيت في الباب ديال الطواليت حاشاكم البنات. ودرت حتى واحد الشارجم من الفوق دابا نوريه ليكم، يعني نقص ليا هاد الباب هذا قادو ليا ودار لي واحد الشارجم من الفوق ودار لي الفيترين حسبهم ليا ب 75000. ثمن لي مناسب البنات بزاف، لانني انا الحاجه راه ما كنحطها ما تنديرها حتى كنسول وكنعرف وكنسول على الاثمنه عاد كنتوكل على الله. وكيف ما قلت لكم البنات راه اي واحد غتعجبني الخدمه ديالو ضروري غنبارطاجيها معكم وغنشاركها معكم، واللي ما عجبتنيش الخدمه ديالو راه شيء طبيعي ما غاديش نشاركها معكم. المهم دابا غندوزوا البنات لهاد الفوتوي هادو اللي درتهم هنايا في هاد البلايصه هادي. الفوتوي راه طويل، هاد البلاصه هادي راه شي 3.70 متر، هاد البلاصه هادي 3.70 متر. بالنسبه للفوتوي بشحال صوبتو؟ صوبتو البنات ب 48000، صوبتو ب 48000 كيف كتشوفوا بالمخيدات ديالو. صراحه دا لي خدمه لي زوينه. ها نتوما البنات درتو في اللون نواغ، تعطوني الراي ديالكم وتقولوا لي واش اللون مزيان يعني مناسب ولا لا. كيف كتلاحظوا البنات درتو في اللون نواغ. الحاجه اللي فيها البنات زوينه هذا، الا كانت اي بقعه فيه او اي حاجه كناخذ غير زيف يكون فازك شويه وكنمسح به كيرجع البنات بحال ما كاين حتى شي حاجه كيرجع نقي. كيف كتشوفوا البنات الشكل ديالو، غندير لكم نمره السيد اللي خديت من عنده، راه حتى هو الله يعمر ليه الدار والتعامل ديالو زوين، خديته من قريعه هاد الفوتوي هذا. غندير لكم نمره السيد اللي خديت من عنده، راه الله يعمر ليه الدار وكيتعاون واثمنه ديالو مناسبه وزوينه. وهو اللي صوب لي نيت هاد الخاميه هادي. كيف كتشوفوا البنات الخاميه
درتها من نفس التوب ديال الفوتو كيف كتشوفوا، درتها حتى هي في النوار. الخامية طلعت لي ب 4000، الخياطة بالتوب، وهذا هو شكل الفوتو كيف كتشوفوا. يعني الثمن طلع لي ما بين الخامية والفوتو كامل طلع لي 52000، بجوجهم طلعوا لي 52000، 4000 الخامية والفوتو يطلع لي ب 48000، فالمجموع 52000 بالمخيدات ديالو البنات كيف كتشوفوا، بالمخاد ديالو. بالنسبة للصالون البنات فضلتو يكون في اللون الابيض، انا فضلت البنات الصالون يكون في اللون الابيض. ها نتوما البنات اللي لاحظتوا فيه واحد شويه البريو، دار ليا فيه شويه البريو، لكن كان اللون المفضل عندي في الصالون هو يكون في اللون الابيض، وندخل فحال هكا الفوطو يكون في النوار، ندخل هادشي في النوار، ويكون المهم يكون غالب اللون الابيض. كاين اللي كيشد البنات الحيط فحال هكا كيصبغ اللون الغوز الكرونه، ولكن مكيعجبونيش هاد الالوان هادو في الصالون، كنحس كي فحال كي ما كيبقاش زوين، حتى في الشوفه ما كيكونش مريح، ولكن الا كان الابيض كيكون حاجه زوينه بزاف البنات. حتى تعطوني رايكم وتقولوا لي واش فعلا مني صبغته في الابيض احسن او كنت ندير لون اخر. مهم انا عجبني الابيض بزاف. غندوي لكم على الجليج كيف كتشوفوا البنات، الجليج اللي درت في الارض كيفاش داير، في واحد العروقه في الكريم مغلوق. راه الزليج بطبيعه الحال البنات خديته من عند بابا، بابا هو اللي عطاني البنات الزليج ديال الارض. صراحه حاجه زوينه، جا فيه البيض والكري، فتح لي يعني الصالون كثر، وهو اللي عطاني الزليج حتى لهنايا لهذا الحيط. درت هذا البيض هذا البنات كيف كتشوفوا، درت هذا البيض هذا. هنتي هنا عندي لاطيط كنغسل الشعر داكشي، فمن الاحسن يكون الزليج. هنتي الماء الا كنت دايره غير الصباغه دغيا غادي تخسر، هادشي علاش درت ليه الزليج وفضلته يكون في اللون الابيض، باش يجي داكشي يعني متناسق، يجي كلشي ابيض، ما يجيش الزليج في شكل اخر ما غاديش يجيني زوين. هادشي علاش فضلته يكون في الابيض كيف كتشوفوا البنات. غندوي لكم البنات حتى على هاد الدروج هادو كيف كتشوفوا البنات الشكل ديالهم. غنعطيكم البنات نمره الحداد، حتى هو الله يعمر ليه الدار وخدمته زوينه، وهو اللي صوب لي ني الدار، يعني الدار ديالي هو اللي صوب لي الشراجم، هو اللي صوب لي الباب ديال ديالنا يعني ديال الزنقه، هو اللي صوبوا لي البنات. والثمن ديال الدروج هادو حسبهم لي 50000. صراحة الأثمنة ديالو زوينة، يعني الشراجم اللي حسب لي البنات في الدار ديالي حسبهم لي ب16000 الشرجم، والباب حسبوا لي ب40000، وبالنسبة لهاد الدروج هادو حسبهم لي ب50000، خدمتو زوينة، وحتى هو التعامل ديالو زوين ونصحكم به صراحة. وغادي ندوزو عاوتاني للقفص كيف كتشوفوا البنات. القفص اللي درت القباصه البنات اللي دار ليا فحال هكا الدار، هو نفسه اللي دار ليا المحل. شوفوا البنات تبارك الله شحال، تبارك الله عليه والله يا البنات، لا فنان في الخدمه ديالو. شوفوا كيفاش المقص والمشطه كيفاش دارهم باتقان البنات، والله الا باتقان، خدموا باتقان. شوفوا حتى من الفيس صوبوا باتقان، يقدر فحال هكا في الفيديو ما باينش واضح، ولكن على المباشر غتبان لكم اكثر الخدمه ديالو، ما شاء الله عليه. ها نتوما المشطه البنات كيفاش دايره، والله الا باتقان دارها، وماشي هكا راه جابها فحال هكا طالعه ولصقها، لا يعني خدا فحال هكا القبس، خدا القبس هكا طويل، هذاك الطويل يعني العادي هو اللي بقى كيقطع وبقى كيصاوب وبقى كيقاد فيه حتى دار هاد الشكل هذا. شوفوا البنات المقص من التحت، شوفوا تبارك الله الخدمه زعما متقونه البنات، والله العظيم لا خدمتهم متقونه صراحه. الدار دار ليا حاجه اللي واعره، وحتى المحل حتى هو دار ليا ديكور لي زوين بزاف، وخدموا ليا باتقان.
ها انتوما كيف كتشوفوا البنات الشكل ديالو، صراحه دا ليا حاجه زوينه. وعاد هنايا، وعاد البنات هاد الجهه هادي كيف كتشوفوا دار ليا فيها القبص. راه هذا اللي كتشوفوه البنات في اللون الاسود هذا راه قبص. دوروا ليا ونزلوا من هاد البلاصه، ودار ليا طنجيرات بالقبص، ودرت ليهم هنايا الجاجة باش يبقاو ليا مزيانين. كيف كتشوفوا هادشي كامل اللي كيبان لكم ضير هذا راه قبص. نازل حتى لهنا ودا ليا فحال هكا طنجيرات. الصراحه خدمته حتى هو مزيانه وزوينه. وبشحال البنات حسب ليا هاد الديكور هذا اللي داروا ليا هنا مع الديكور اللي دار ليا فحال هكا في السقف كيف كتشوفوا، احسبهم ليا البنات بسبعين الف. شوفوا تبارك الله الخدمه زوينه متقونه، حتى المشطه والمقاس دايره بواحد الاتقان اللي ما نقولش لكم، لو شفتوها مباشره غادي يبان لكم كثر. وهاد الشكيل هذا اللي داروا ليا هنا، الطاجيرات اللي داروا بصراحه جاوا زوينين ونفعوني، وليت كنحط فيهم شحال من حاجه كيف كتشوفوا. حسبهم ليا البنات كيف ما قلت لكم بسبعين الف. وبالنسبه لهاد المرايات هادو، هاد المرايات هادو البنات هادو صاوبهم ليا من الالومنيوم. حسب ليا كل شيء ما بين الفيترينا ما بين. وبالنسبه للمرايات البنات، المرايه اللي درت هنايا ودرت واحد المرايه البنات الفوق، ودرت هنايا ثلاثه المرايات، هادو طلعوا ليا تقريبا بشي 55 الف. بشحال صوبتهم؟ بشي 55 الف البنات. وندوزو لهاد لاطيطه البنات اللي غتسولني عليه بشحال خديتيه. هذا البنات خديته غير مستعمل، هاد لاطيط هذا كيف كتشوفوا البنات خديته مستعمل، عطاه ليا السيد لاطيط مع هاد جوج كراسة ومع هادي البنات. حسبهم ليا ومع شوفو حتى شوفو حسبهم ليا بستين الف. حسب ليا هادو مع الكراسة مع لاطيط مع شوفو حسبهم ليا البنات بستين الف. شحال حسبوا ليا؟ فقلت صافي مزيانه ماشي مشكل. كيف كتشوفوا البنات عاد خديت هاد لاصيغ هادي، هادي واخداها جديده، خديتها ب 12000. 12000 شحال شريت هاد لاصيغ البنات. وهادو البنات اللي كيف كتشوفوا هادو درتهم بالجليج. نهار اللي سهل الله البنات، نهار اللي سهل الله ويكون مدخول احسن، بلاصه الجليج نحيدو وندير رخامه، ندير رخامه كحله غير مع كثره المصاريف البنات والخسران وداكشي. فهادشي علاش قلت نكتفي غير بالسليج حتى نهار اللي سهل الله وندير ديك الساعه الرخامه. وعاد قاديت هنايا الضوا وصوب الضوء، حتى داكشي كيكلف البنات الضوء، يعني لاي وحده باغا دير صالون وباغا تاخد فكره وداكشي راه حتى يكلف الضوء والبلومبي وداكشي راه فيه حتى هو. ودابا غتشوفوا طواليط حاشاكم البنات كيفاش رجعتها. ها نتوما بالنسبه للزليج راه غنعاود نقول لكم من عند بابا. فايت كاين اللي سولوني فحال هكا في التعاليق، الوالد ديالك فين كاين؟ كاين في الدار البيضاء في قريعه. غندير لكم النمره ديالو باش اللي بغى اي حاجه مرحبا بيه، ومية الف مرحبا. وبالنسبه لهاد لافابو هذا البنات وهاد الكرسي ديال الطواليط حاشاكم، هادو راه جبتهم من داري، من داري، لان في الدار ديالنا كيديروا لنا هاد لافابو كيديروا لنا هاد الكرسي. انا حيدتهم ودرت حاجه اخرى في داري وجبت هادو هنايا استغليتهم هنا. وبالنسبه للزليج البنات راه من اختيار الوالد ديالي، هو اللي اختار، خليت ليه الراي في، قلت ليه دير اللي بغيتي في الصالون، يعني خليت ليه هو اللي يجيب زعما الحاجه اللي هو عجباتو. الصراحه كان الذوق ديالو زوين. خدا هاد الزليج هذا البنات فيه البيض والكري مغلوق. وبالنسبه للزليج راه اللي درناه في الارض درناه حتى في الطواليط ودرتو حتى في الفوق. صراحه الجليج جا زوين بزاف البنات وجا مضوي وجا الشكل ديالو البنات زوين.
وهذا راه كيف ما قلت لكم لافابو مع الكرسي، وهذه هي طواليط البنات راها صغيره. غير انا اللي فكرت قلت لي دير هاد الكرسي في هاد البلاصه ولافابو في هاد البلاصه. كنا في الاول الكرسي باغي يديروا ليا طول، قلت لي لا من الاحسن يجي بحال هكاك في الحيط ولافابو هنا باش تجي في الدخله مزيانه وتجي مريحه. ودابا غنطلعكم الفوق باش تشوفوا السده البنات كيفاش جات حتى هي. وبالنسبه للسده خواتاتي هي هذه، راه فيها العلوج البنات واخا تكون طويله بزاف فتمشي فيها عادي. هانتوما انا راه قصيره ولكن واخا تكون طويله راه عاليه. حتى الصباغه درت نفس الصباغه اللي كاينه لتحت وفي اللون البيض ضروري. وهذه هي المرايه درتها هنايا. وبالنسبه للبنات لهذا الباياس هذا اللي غتسولني شحال الثمن ديالو شحال طلع لك، خديتو ب 13000 هذا الباياس هذا، وهاد الدروج هادو خديتهم ب 100 درهم. وهذا البنات خديتو ب 15000، وهذه البنات خديتها ب 13000. هذه كيتشعل فيها بحال هكا الضو وكتشوفي بها مزيان. شوفوا البنات اليد ديالي خديتها ب 13000 ديال البنات. الشكل ديالها كنتحكم بها كيف ما بغيت. وهذا هو الشرجم البنات اللي صوب لي مول الالومنيوم، راه كبير ماشي صغير. كبير البنات. وهنايا درت هذاك الزليج اللي بقى ليا هنايا ديال الزليج اللي بقى ليا درتو في هذه البلاصه هذه. غيجي واحد النهار وغادي نحتاجو، هادشي علاش ما بغيتش نلوحو ولا شي حاجه، قلنا نخلو ممكن شي نهار نحتاجو شي جليجه ولا شي حاجه نلقاوها. حتى هاد البريسه هذه درت لها الزليج في البيض. وهنايا راه عندنا هاد الكليسه هذه البنات، هاد الكليسه هذه بحال هكا اي كليانه جات وبغات تصور فوق تقدر تجلس هنايا. وباقا شحال من حاجه البنات خاصه دير في الصالون. باقا باغا ندير هنايا واحد الالومنيوم باش ما يبقاش يبان هاد القشوات اللي كاين هنا ما يبقاش يبان. باقا باغا ندير الالومنيوم، باقا باغا نصوب شحال من حاجه البنات. وكاينه البنات حتى هاد البلايصه هذه، ها نتوما كاينه هاد الدخيله هادي حتى هي درت ليها هنايا، درت زليج في هاد البلايصه هادي في الدخله كامله. كنت ناويه البنات لاطيط كنت ناويه غنديرو في هاد البلاصه هادي، لكن شوي قلت صافي من الاحسن، راه درت ليه الما ديالو كلشي، لكن قلت صافي من الاحسن يبقى لتحت ما يبقاش الفوق. هنايا من بعد نقدر ندير واحد لافابو هنايا الا بغيت الماء ولا شي حاجه نلقاه هنا بلا ما ننزل لتحت. كيف كتشوفوا البنات هذه السده. وسمحوا لي اخواتاتي واخا الفيديو جاكم طويل بزاف بزاف بزاف، ولكن بغيت نشارك معكم كل شيء. بغيت نقول لكم الاثمنه ديال كل شيء باش تستافدوا كاملين. اي وحده بغات دير بحال هكا صالون تاخذ فكره وتعرف شحال تقدر تطلع ليها كل حاجه. وانا راه مازال شحال من حاجه باقي خاصني نديرها. المهم درت الحوايج الاساسيين في الصالون. باقي البنات هنايا في هذه البلاصه هذه باغا ندير واحد المجر هنايا، واحد المجوره يكونوا بحال هكا هابطين حتى لتحت. باقا هنايا باغا ندير واحد الفيترينا. باقا شحال من حاجه البنات باقا باغا نديرها وخاصها دير، ولكن غا مع الوقت ان شاء الله حتى يسهل الله. وباغا البنات حتى في هذه الدخيله هذه اللي كتشوفوها هنايا خاويه باغا ندير ليها الالومنيوم حتى هي هاد البلاصه هادي. كيف كتشوفوا باقا خاويه، باقا غندير لها الالومنيوم. غير مني سولت بحال هكا على الثمن شحال غيطلعوا ليا المجوره تما كاين، وهنايا شحال غطلع ليا يدير ليا بحال هكا يدير ليا الالومنيوم هنايا
طلع لي الثمن تقريبا غيطلع لي شي 70,000 مجوره مع هاد البليصه هادي حتى هي. هادشي علاش قلت من بعد ان شاء الله ونصاوبها. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. شكرا لكم بزاف اخواتاتي المشاهده، شكرا للتشجيعات ديالكم. كنبغي نشكركم بزاف وبسلام عليكم اخواتاتي في فيديو جديد ان شاء الله.